رز بالحمص والفراخ. طب تتبيله الفراخ بتاعتي النهارده انا محتاجه صدرين سلام او صدر او ايا كان، حتى لو عندك اللي هو الشرايح الرفيعه البانيه هتمشي، لان احنا هنشويه، احنا مش هنعمله النهارده في حاجه، يا دوب حبه تتبيلات كده مع حبه زيت وهنروح شويينه على الطاسه بتاعتنا. نيجي بقى للرز، الرز بتاعنا النهارده هنعمل فيه ايه؟ عندي حله على النار سايباها بتسخن بالشكل كده، وهنبدا ان احنا نحط فيها حبه زيت وهنزل معاها الزبده، حبه الزيت يكونوا محترمين كده علشان يدوني النتيجه اللي انا عايزاها. طيب مقاديرنا على الشاشه ومقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ لعمل الفراخ عندي صدرين فراخ، معايا بهارات فراخ، كزبره ناشفه، معايا خلنجان بودر، ومعايا بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. دي التتبيله بتاعه الفراخ بتاعتنا. عندي ايه كمان بقى للرز؟ معايا 4 كوبايات رز بسمتي ابيض اصفر زي ما انتوا عايزين، ايا كان اللي موجود عندكم ماشي. عندي حبه حمص مسلوقين، ومعايا بصله مفرومه، وطبعا عشان احنا حاطين 4 كوبايات رز فهنحط 8 كوبايات ميه مغليين. معانا توابلنا ايه بقى؟ زبده وزيت حطيناهم. يلا بينا التوابل بتاعتنا ايه؟ حطيت بهارات فراخ و7 بهارات وبابريكا، وادي ملح وفلفل اسود انا حطيت الاول شويه، هحط حبه كمان كده بالشكل ده. عملت ايه؟ حطيت الزبده والزيت وسخنت الحله كويس قوي ونزلت بالبصلايه، شوحتها سنه كده، ولو عايزه تحط لها فص ثوم هيدي تطعيمه حلوه قوي وهيعلي التست بتاع الوصف. ببدا ان انا اشوح ده كله كده مع بعضه. عندي الرز البسمتي مغسول كويس ومصفوف كذا مره، متصفيه الميه بتاعته، ونقعته بعدها نص ساعه. ليه؟ علشان مجرد ما احطه على النار اظبط ساعتي على ربع ساعه يكون مستوي معايا وزي الفل. طيب هعمل كده، صفينا الرز بعد ما نقعناه نص ساعه. عايزه تعمليه ابيض تعمليه اصفر اللي هو الذهبي ما عنديش مشكله، عايزه تستخدمي اصلا رز مصري برده ما عنديش مشكله. نشوح كده، حطينا حبه زيت محترمين كويسين كده، حطينا معاهم الزبده، نزلنا بالبصلايه اتشوحت شويه، رشه ملح وفلفل اسود، التوابل الحلوه بتاعتنا، ونزلت بعد كده بالرز بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ارجع بعد كده اروح ماسكه حمص الشام بتاعنا اللي مسلوق واروح نازله بيه على الرز. حد طبعا حد هيقول لي دلوقتي احنا كنا فاكرين ان انت لما تعملي الرز بالحمص فهتعملي الرز عادي خالص وتخلي الحمص ده يبقى مع التقديم، لا انا عاملاه يستوي مع الرز. علشان كده الحمص ده انا سويته 3/4 سلقه، مش سلقه كامله. ليه؟ علشان يكمل التسويه مع النار. طيب زي ما انتم شايفين كده شوحت كله مع بعضه، ريحه الرز من البهارات اللي احنا حاطينها والتوابل اللي احنا حاطينها في منتهى الجمال. اعمل كده اتشوح كله مع بعضه، واكون محضره الميه المغليه. الميه المغليه احنا حاطين كام رز؟ حاطين 4 رز، يبقى انا محتاجه 8 ميه. طيب الكوبايه اللي عاير بيها الرز هي اللي هعاير بيها الميه، مفيش حاجه اسمها ان انا اعاير الرز بدي واجي اعاير الميه بشوب كبير، او العكس ان انا اعاير الرز بشوب كبير واجي اعاير الميه بتاعته بكوبايه اقل، لا الكوبايه اللي عاير بيها الرز هي اللي عاير بيها الميه. احنا هنا عندنا 4 رز هحط عليهم 8 ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد ملوش تاني، 3 4 5 6. هنلاحظ ان الميه مغليه ما تبقاش من الحنفيه. 7 ادي 8 كوبايات من الميه المغليه نزلت على الرز وهو متشوح وسخن. ولو جبناها من الحنفيه ايه المشكله يا نونا؟ لا هي مشكله، ومشكله كبيره كمان. الرز لو اتحط له ميه من الحنفيه مش مغليه هيحصول، هيكسر، تلاقي الرزايه معضمه، تحس ان هو بياخد وقت جامد في التسويه، وتحس ان انت عايزه تزودي له ميه. يعني نعدي كل الخطوات دي بايه او نتفاداها بايه؟ ان احنا نغلي الميه ونبدا ان احنا نسقي بيها حبه الرز. بصوا العقد بتاع الرز من التوابل اللي احنا حاطينها اصلا شكله عامل ازاي؟ كده تمام وزي الفل. نروح مغطيين
ونظبط ساعتنا. الساعة دلوقتي 10:09، هنقول 10:10. طيب المفروض ان احنا بندي الرز ربع ساعة، احنا كده المفروض 10:10 وربع ساعة يبقى كام؟ ها؟ 25. 10:25 بالظبط هنرفع غطا الحلة ونشوف هيتشرب معانا وهيبقى شكله عامل ازاي، ويا دوب بقى نوطي ناخد 2 3 كمان يبقى الرز استوى. يبقى هي كبير الرز على النار ربع ساعة مش أكتر. طيب نيجي الناحية التانية، عندي طاسة على النار واروح حاطه فيها حبة من الزيت علشان ابدأ ان انا ادي صدمة للفراخ وهي متبلة. هجيب بولة كده، انا طبعا النهاردة مستخدمة صدرين بس مغسولين ومتصفيين كويس. بصوا بقى انا بحب اعمل ايه، انا لو حطيت التوابل بالشكل ده كده على الفراخ هلاقي حتة متبلة وحتة لا، فهعمل ايه، هروح جايبة كده بولة من عندنا او زورة او ايا كان، اروح حاطه حبة زيت صغيرين وابدا ان انا احط التوابل بتاعتنا دي كلها وابدا اقلبها علشان كلها تبقى اتوزعت توزيعه كويس بالشكل ده كده. وهنحط كمان ملح وفلفل اسود، طبعا انا حاطه خلنجان علشان ما ياخدش وقت كتير على النار. ادي رشه الفلفل الاسود وادي حبه الملح. عايزاه يتملح تمليحه كويسه علشان هو هيتقدم كده مجرد ما يتشوي على النار. بسم الله هقدمه بالشكل ده واروح عامله كده. كده انا اتاكدت ان التتبيله بتاعتي كلها دايبه مع بعضها كويس وبالتساوي، ولما اجي احطها على الفراخ هتتوزع وتتبل معايا كويس قوي بالشكل ده. عايزه تقطعيه شرايح رفيعه ما عنديش اي مشكله، بس انا محتاجه ان الصدر يكون سليم بالشكل ده كده عشان يساعد او يخدم الشكل اللي انا عايزه اقدم بيه بالشكل ده كده. نيجي يلا الزيت على النار، بسم الله. ايوه الله ينور عليكي رغده، بتقول لي احنا كده كده حاطين خلنجان في التتبيله فمش هياخد وقت جامد في التسويه. بالظبط كده، حطيناه في الزيت وابدا ان انا اتابعه. شايفين الخلنجان اللي احنا حاطينه هيساعد ان الصدور بتاعه الفراخ تستوي على طول. طيب انا ما عنديش صدور سليم، عندي شرايح بانيه عاديه خالص، اعمل ايه يا نونا عشان اعمل الوصفه دي؟ انا كده كده الصدور ديت هقدمها بشكل مختلف. طب لو انت مش هتقدميها بنفس الشكل اللي انا هقدم بيه هتعملي ايه؟ هتجيبي الصدور العاديه بتاعه البانيه وهتبداي تقطعيها شرايح زي الشاورما بالظبط، وهتتبليها نفس التتبيله اللي انا عملتها دي، وبرده هتحطي معاها خلنجان وتبداي تشوحيها على النار لحد ما تستوي، وترجعي بعد كده لما نيجي نقدم الرز بالحمص تتحط عليه هتديكي نفس النتيجه. بس انا عشان النهارده محتاجه ان انا اقدم الفراخ بشكل معين اضطريت ان انا او يعني حبيت ان انا استخدم الفراخ بالشكل ده. هنسيب الفراخ على النار، هنبدا ان احنا نشوحها كل شويه او هنقلبها وما نسيبهاش ونمشي نقعد نمشغل في اي حاجه علشان ما تتحرقش مننا، لا نتابعها على طول كده كل شويه نقلبها لحد ما نيجي نحط فيها الشوكه نلاقيها. بصوا انا عملت كده طلع من مكانها ميه، بصوا المنظر، بصوا خط الميه اللي نزل ده معنى كده ان هي لسه ما استوتش. اجي الناحيه دي بصوا هتخش بكل سهوله، لكن لما اجي اطلع بصوا دي ما طلعتش ميه، معنى كده ان دي خلاص يعتبر دخلت في التسويه اكتر من دي. افضل اتابع كده وافضل اشوح من الناحيتين، اهي بتخش بكل سهوله اهي. بصوا عشان الخلنجان، بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الخلنجان بيسوي الحاجه بسرعه. الرز بتاعنا ماشي تمام وزي الفل، وخليكوا ظابطين الساعه بتاعتكم عشان ربع ساعه ونبص عليه. نقفل كده، وهتلاحظوا ان انا موطيه النار عليه ومهدياه علشان كده كده اصلا الميه بتاعتنا سخنه. ساعه ودقيقتين، بصوا المنظر، انا قلت لكم في خلال ال 15 دقيقه هيكون اتشرب وتمام وزي الفل. اعمل كده اهدي النار خالص خالص واسيبه بقى ايه يتشرب، يعني هنقول 3 دقايق كمان ويبقى استوى تمام وزي الفل.